تلعب 5-3-1 ازاي؟ يعني هي دي المشكله. ويعني ما هو ما فيش تكتيك فطبيعي يقول كده. يعني ما انا بقول لك هتلعبها ازاي، لكن يعني ايه ده، انت خليت المذيع يقول لك ايه ده، اللي هو والله عايز يلم وراه ان هو جايبك يعني يطلعك بشكل حلو يعني، فتطلع تقول له اساسا الكره ما فيهاش بلان. الكره فيها بلف، انت بتتكلم على كره القدم بشكل مستقل ولا بتتكلم عن كره القدم بقى كعلم؟ هو طبعا يعني بيتم طبعا وجهات النظر طرحها فيه، ولكن ان انت تستبعد قصه التكتيك، امال انت جاي ليه لما ما يكونش في تكتيك، ما يكونش في خطه، ما يكونش في دراسه المنافس؟ يعني على كده، على كده بيب جوارديولا مثلا بال 35 واحد اللي معاه في الجهاز الفني بنادي سيتي بيصرفوا في الفاضي. يعني على كده كلوب بالجهاز اللي معاه 30 واحد بيصرفوا في الفاضي؟ يا جماعه ده كلام يطلع من حد مر على كره القدم، مش بس لاعب في نادي الزمالك واحترف وجه ويتولى منصب في الجهاز الفني وهو المصري الوحيد، وبيزعل لما يتعرض لانتقادات هو طالع بيقول لك الكره اصلا ما فيهاش بلان ولا فيها تكتيك، امال فيها ايه؟ فيها بلف؟ هو ده اللي انت، ده مفهومك عن كره القدم؟ يعني ده موضوع صعب جدا، بيخلينا نروح لفكره الاختيار وفكره مين المسؤول عن الاختيار ومين اللي رشح وايمن عزيز عنده ايه ازيد من المفترض كانوا يترشحوا. ترجع لنفس الدايره. انت بتضحك ليه؟ هي العلاقات، لا هي الصداقات. بص يعني احيانا الانسان تستطيع ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت، ولا تستطيع ان تخدع كل الناس لكل الوقت. لا ده كان زمان على فكره، دلوقتي عادي، دلوقتي عادي يخدع كل الناس. دلوقتي عادي خلاص. يمكن ده فعلا اللي خلى الموضوع بالفجاجه دي يمر. يعني بصوا يا جماعه، في حته مهمه جدا اسامه كلمكم فيها، احنا عندنا مشكله هنا في خط احمر. احنا من الناس اللي بتعمل الهوم ورك بتاعنا بدري قوي، وده احنا لا ندعيه. تعال شوف كده في قصه كابتن حازم امام قلنا ايه، تعال شوف في قصة اتحاد الكورة قلنا ايه، تعال شوف في قصة كابتن ايمن عبد العزيز قلنا ايه. بدري من قبل ما الشغلية تبدأ. بص بقى عشان اهلاوية هنا، استهداف بقى لايمن عبد العزيز، تطلع كل الناس دلوقتي تقول نفس الكلام، وتطلع كل الناس تصدر نفس الاحكام. طب يا جماعة ما كان في ناس بتقول من بدري، قلتوا انه لهم غرض في الكلام. طيب تعال هنا، انا بالنسبة لي يا جماعة الكلام ده اشبه بمدرس مساعد راح يدي محاضرات في كلية علوم وهو أصلا لا يؤمن بالعلم. يعني اللي أنا شفته ده، أنت راح تدي محاضرات في كلية علوم وأنت أصلا كراجل بتدي محاضرات في كلية علوم لا تؤمن بالعلم. يعني إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجبروت ده؟ يا جماعة ده أنت لما تيجي، بينك ضحكت فكرتني بمشهد. بس أنت لما بتيجي تلعب بلاي ستيشن بتعمل خطة. لا بلاي ستيشن يا راجل. أنت فكرتني في مشهد اللي هو فيلم الرهينة، جايبين ماكد الكدواني وداخل بقى إيه الجينيوس بتاعنا جه بتاع الكمبيوتر، فساند على اللاب بقى بيقول لهم يا جماعة فين بقى الكمبيوتر؟ بالظبط. قال لهم لا ده أنا عايز أبص. والله لا يؤمن بالعلم يا راجل. يا جماعة الكلام اللي اتقال ده لو اتقال في أي مكان في العالم يتجاب كده الناس اللي عينت الراجل ده. تعالى لما الراجل ده شايف الكرة مش تكتيك، بقاله كل الفترة دي في اتحاد الكرة وفي المنتخب بيعمل ايه؟ اقول لك؟ ما هو قال لك جاي يتدرب وياخد فلوس. لا وبيرص اقماع. عليه رصة اقماع عنب. يعني بص يعني انا مش عايز اروح للحتة. ما هو ما لا ما هو ده هو بيعمل. ما هو مش ده المدرب الثالث في المنتخب؟ لا مش يعني ما هو ما بيعمل. طب لحظة خلاص، هو مش تكتيك؟ لا ما لسه هنروح لها. لحظة ما انا هقول لك، هو مش تكتيك، هو اكيد بيعمل حاجه تانية مرتبطه بدوافع وحاجات تانية غير التكتيك. ما هو دي هنروح لها، بس قبل ما نروح في حته التكتيك دي في حاجه مهمه اسامه. لما نيجي يا جماعه في كده كتاب الهرم المقلوب، يعني اي حد مهتم بكره القدم اكيد يعني جوناثان ويلسون اكيد قرا في الكتاب ده. تيجي تقرا كل حاجه في كره القدم، هي علم، كره القدم علم. في حاجات تانية قائمة، ولكن شركات تحقيق للأداء على مستوى العالم، فكرة لما تيجي تفرق ما بين فكرة الاستحواذ، الكرة الاستباقية والكرة التفاعلية، طريقة جوارديولا وفكرة الضغط الشهير أو فكرة مدرسة الضغط اللي عملها يورجن كلوب والقائمة على فكرة علم الهندسة وغيره، الكاتاناتشو من أيام يعني هيلينو هيريرا والافكار مع جراندي انتر. يا جماعه نيجي نقول كل التكتيك والتغييرات وطريقه اللعب واداره المباراه والتحضير وعلم الارقام، كل ده ما جابش 10%؟ يعني يعني ايه الباقي بركه دعاكي ياما مثلا؟ طيب هنروح لاسامه. قال انت اديته مخرج،
كرة القدم يا جماعة 10% منها بس التكتيك ما يجيش 10%، أكيد الباقي بقى دوافع نفسية، هي ملهاش مخرج غير كده. أكيد أكيد، وده الدور اللي هو مقتنع بيه. طيب يبقى كابتن أيمن عبد العزيز، عشان كده أنا كنت معترض على قصة إقماع والكلام ده، أكيد يا جماعة كابتن أيمن عبد العزيز شايف إن كرة القدم 10% بس تكتيك أو أقل، والباقي خلق دوافع نفسية، تحضير ذهني ونفسي للاعبين، والعمل على الجانب الشخصي والنفسي في اللاعب. فنطلع نشوف الفيديو ده عشان نشوف ال 90% التانيين. طبعا موضوع مهند ده طبعا يدرس للمديرين الفنيين درس كبير جدا، ان انت لازم يكون المدير الفني يقعد مع اللعيب ويتكلم معاه، خاصه ان كان عنده وقعه قبل كده. لا ده في المصحه. في ايه؟ في المصحه. يعني ايه؟ يعني انا مش دكتور نفساني، انا راجل مدرب. في مواقف عدت. لا لا انا راجل مدرب، انا ما عنديش وقت ولا عندي. بس الراجل ده ضايع في نهائي افريقيا. انا معلش ما عنديش وقت ولا رفاهيه ان انا اقعد اتكلم مع مهيب انا مش هقعد اجيب كل واحد ضايع بنالتي عشان اقعد اتكلم معاه. طب هو عيب يكون في دكتور نفساني؟ لا هو مش عيب، هو دي يعني ويترجم يدي على طول الروشتة ويقول للراجل المدير الفني ابنك مجنون يا عم الحاج. لا 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 مش كده في الكوره. لا مش انا مش هقعد اسال كل واحد. كله بيضحك والله. كلهم بيضحكوا. لا مش هقعد. والله مش هقعد اسال كل واحد. انا بتكلم في اللونج، ما بتكلمش على حد. مش هقعد اسال كل واحد انت هتنزل الملعب تشوط بنالتي ولا او انت مؤهل نفسيا. مفيش حاجه اسمها كده، انت راجل بتلعب في منتخب مصر. انتوا راضيين عن اللي بيحصل في الكره المصريه ده؟ مستحيل. زعلان على راس اللي كل مشاهد قاعد يا اسامه في بيته دلوقتي لما يشوف التناقضات دي هيبقى حزين. كابتن ايمن عبد العزيز روح رجع الراتب اللي انت خدته من اتحاد الكوره، والله بقولها لك بجد، روح رجع الراتب اللي انت خدته من اتحاد الكوره. وانا هنا مش في مقال مقارنه مع قامه يعني زي كابتن محمود الخطيب، واحكي وهو في اتحاد الكوره لما حس ان هو ما اتيحش ليه انه يؤدي عمله بالشكل الكامل ورجع شيك، لان المقارنه هتبقى بعيد يعني قوي يا عم. يعني فارق سنين ضوئيه. ولكن روح يا كابتن رجع، رجع اللي انت خدته من فلوس من اتحاد الكوره لاتحاد الكوره تاني. لما انت مقتنع ان التاكتكس ما يوصلش 10% والراجل بيقول لك على حاجه مهمه جدا نفسيه وبيكلمك في الجانب النفسي، فتقول له انا مش في مصحه نفسيه عشان اقعد مع اللاعب اقول له ايه ونفسيا انت عامل ايه، انا مش فاضل ده، انا راجل مدرب، انا راجل الملعب. طب ما انت بال 10% ما بتعملهمش في الملعب وما بتعملهمش كمدرب، وال 90% ما بتعملهمش دور نفسي. طب امال الكره ايه؟ الكره بيت بالبسطرمه؟ يعني الموضوع بجد غير مفهوم. الكره لا تاكتكس ولا دوافع نفسيه، الكره ايه؟ الكره عندك ايه؟ سبوبه؟ ده السؤال اللي ما تسألش. كورة لا تاكتكس ولا دوافع نفسية، لا ده ولا ده، يعني لا هشتغل فني ولا هشتغل نفسي. يبقى الكورة ايه؟ سبوبة؟ اعتقد اجابة السؤال لكل الناس اللي بتسمعنا فاهمة كويس الكورة بالنسبة لك ايه. 70-80 ألف جنيه في الشهر برضه ما كانش رقم قليل في الوقت ده يعني. لكن الحقيقة احنا قلنا يا جماعة نجيب الكلام ونحطه قدامكم، لان فكرة ان يتقال انا ما عنديش وقت ولا رفاهيه، امال انت عندك ايه؟ يعني انت ما عندكش وقت ولا رفاهيه تعمل حاجه، امال عندك ايه؟ عندك ايه بجد تقدمه لمنتخب مصر؟ عندك ايه جيت على اساسه لمنتخب مصر؟ والمشكله ان انت مش بتسمع الكلام ده في بدايه التجربه، فتقول لسه الراجل خبراته ما احتكش بجهاز فني اجنبي مش عارف ايه. لا هو واضح ان كابتن ايمن كان له شغلانه خاصه في الجهاز الفني ما لهاش علاقه لا بالكوره ولا بالجهاز الفني، واضح كده. لان الحقيقه انت لو احتكيت مع جهاز فني اجنبي على الاقل حتى وانت بتنتقده مش هيوصل بيه المرحله ان هو جاي بياخد اجر او راتب مع منتخب مصر عشان لا يؤمن بالتكتيك ولا يؤمن بالدوافع النفسيه والتعامل النفسي. النقطه الاهم والاصعب هي فكره ان انت ازاي ما تبقاش عندك لاعب نازل اخر 3 دقائق في مباراه واصله لركلات الترجيح ما تبقاش بتعده نفسيا. يعني هو انت مش فاضي وقلت اصل هو كانوا دخلوا خلاص في حجازي بلغ ابو جبل، يا ابو جبل انت اللي هتشوط. طب ده مسؤوليه مين؟ مين اللي يعد اللاعب ده؟ ومين اللي يفهم على الاقل لو اللاعب ده ما اقتنعش ان هو يلعب ركله الترجيح، يا ابو جبل خد بالك لو وصلنا للركله التاسعه انت اللي هتشوطها عشان مهند بره. ده دور مين؟ مين اللي يعمله؟ الاصعب الحقيقه وده مهيب تقريبا شاف الناس ورا الكاميرات بتضحك ففكر ان هو الناس بتضحك على الافيه بتاع مهيب. لا يا مهيب لا،
الإفيه ما يضحكش خالص، ودنك مجنون يا حاج، ده قالش قديم قوي، قالش ما ينفعش يتقال اصلا في فكره علاقه الطب النفسي والصحه النفسيه، ما ينفعش. لان انا لما بجيب حد المنتخب او تاهيل رياضي بجيب اخصائي نفسي، مش بجيب دكتور واجيب طبيب بيشتغل تشريحي وبيبنح ادويه ويكتب روشته، ده جهل، العلاقه مش كده خالص. ده انا بتكلم على سلوكيات، فبجيب اخصائي نفسي يتعامل مع اللاعبين دول ويأهلهم للتعامل مع المواقف من خلال ان انا ادربهم على بعض السلوكيات المعينه وتدريبات ذهنيه وسلوكيه، مش روشته وابنك مجنون يا حاج. فالناس بتضحك، الحقيقه الناس بتضحك على كلام ايمن عبد العزيز، الناس بتضحك على كلام ايمن عبد العزيز وكلمه انا مش مصح. ده واحد مر على كره القدم فقط لا غير كلاعب كره قدم، وده مش عيب الحقيقه. انت ممكن تكون لاعب كره قدم بتأدي دورك فقط لا غير، انت باك رايت، هفضل طول عمري ما اعرفش حاجه غير الباك رايت دي، انا واخد الخط رايح جاي، اعمل تغطيه عكسيه، اعمل اوفر، ادخل شويه مع لما الوينج يعمل سويتش معايا، اي حاجه من هذا القبيل هي دي شغلتي. ما دون ذلك ما تجيش تكلمني في اي حاجه ثانيه. عشان كده مش كل لاعب كره قدم صالح ان هو يكون مدير فني او يكون مدرب، وده اللي احنا اتكلمنا فيه يا جماعه وبنتناقش فيه.